بكم مشاهدينا في حلقة اليوم. في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالانتخابات الرئاسية في أمريكا وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب، أعلن المبعوث الأمريكي لسوريا جيمس جيفري انتهاء مهمته كمبعوث خاص إلى هذا البلد. ومن المقرر أن يتسلم المنصب في هذه الفترة نائبه جويل روبارن الذي كان حاضرا معه في معظم اتصالاته ولقاءاته بعد تسلبه منصبه منتصف عام 2018. كيف ستنعكس استقالة جيفري على الوضع السياسي في سوريا عامة وشمال شرق سوريا بشكل خاص؟ وإلى أي مدى ستتغير السياسة الأمريكية تجاه سوريا في ظل الإدارة الجديدة برئاسة بايدن؟ وهل ستكون هناك خطوات جدية فيما يخص الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا؟ تزامنا مع نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري انتهاء مهمته في سوريا بعد أن أعلن في آب الماضي أنه ليس لديه أي نية في مغادرة منصبه هذا الصيف. جيفري أبلغ عددا من المسؤولين الأوروبيين والعرب والمعارضين السوريين أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه سوريا ستستمر بصرف النظر عن نتائج الانتخابات. وأكد جيفري أن العقوبات المفروضة على سوريا ما هي إلا مجرد بداية لمزيد من موجة عقوبات، مشيرا إلى أن العقوبات ستستهدف الأشخاص المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد بداية. وفي أيلول سبتمبر الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض حزمة عقوبات جديدة على الحكومة السورية، هي الرابعة منذ إقرار قانون قيصر استهدفت 13 كيانا وعددا من الأفراد. وخلال استلام جيفري الملف السوري كان قد أكد على جملة محاور سياسية وعسكرية أبرزها استمرار حملة العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد ومنع التطبيع مع دمشق وإنهاء الوجود الإيراني في سوريا وتنفيذ القرار الأممي الخاص بسوريا 2254 والعمل وفق سياسة الباب المفتوح مع تركيا. ويعتبر جيفري من المقربين من النظام التركي على عكس سلفه بريت ماغورك المعارض للدور التركي في سوريا والمتحمس لعلاقة جديدة مع قوات سوريا الديمقراطية. ومن المقرر أن يتولى إدارة المنصب في هذه الفترة نائبه جويل روبارن الذي يعرف بأنه المنسق الخاص والمعتمد في وزارة الخارجية الأمريكية للملف السوري وممثل واشنطن في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق. من عمان نرحب بضيفي الدكتور وليد العوامر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مؤتة، ومن دمشق الدكتور أحمد الدرزي كاتب وناشط سياسي مستقل. أهلا بكم ضيفي. بداية دكتور وليد أهلا بك، برأيكم كيف سينعكس استقالة جيمس جيفري المبعوث الأممي الأمريكي عفوا إلى سوريا وما دلالته السياسية؟ بداية المساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك. أعتقد أنه في ظل تغير الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي إدارة ديمقراطية والتي أعتقد حقيقة أنها تميل أكثر للدبلوماسية في التعامل مع كثير من ملفات المنطقة وخصوصا الملف السوري نتكلم أو الملف العراقي. بخصوص الملف السوري أعتقد أنه سيكون هناك استدراك لكثير من الأخطاء التي ارتكبت في ظل إدارة ترامب والتي كانت حقيقة كثير منها ساهم في ترد الأوضاع الاقتصادية والأمنية في الدولة السورية، وحتى موضوع سحب القوات الأمريكية وإعادة مرة أخرى كان نوع ما في تخبط. أعتقد أنه كانت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة السابقة كانت تميل أكثر إلى لا أقول العنف ولكنها كانت أكثر تشددا فيما يتعلق بالملف السوري، وكانت تقوم بربط ملفات في المنطقة، ملف الإيراني تربطه بالملف السوري على حساب الأوضاع الداخلية في سوريا، بمعنى أن
أن هذا الربط سبب مزيد من الإشكاليات وطال أمد المشكلة في سوريا، وهو ربط قضايا الإقليمية خصوصا العلاقة بين النظام السوري وإيران. هذا أطال من أمد الأزمة، مما أدى إلى مشاكل عديدة جدا عوقبت من خلالها سوريا بسبب إيران. دكتور أحمد، أهلا بك أيضا في هذه الحلقة. أهلا. برأيكم ما السبب الذي دفع جيفري ليقدم استقالته الآن؟ يعني هل هي بسبب الإدارة الجديدة وأنها ديمقراطية ولديها تفكير ونظرة مخالفة عن الإدارة السابقة؟ يسعد مساكم ولضيفك الكريم أيضا. الأمر يرتبط بنتائج مع الصراع الذي حصل خلال الأربع سنوات الماضية منذ أن سلم دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية. استطاعت دولة الأمن القومي، الدولة العميقة للأمن القومي الأمريكي التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، أن تستعيد زمام المبادرة بشكل كامل وأن تبعد بشكل ما إلى حد الآن الدولة العميقة التي كانت في طور التشكل في عهد دونالد ترامب، مما يعني بأن هذه الدولة العميقة سوف تعود إلى سياساتها السابقة التي تتعلق بسوريا من جهة وارتباطاتها الإقليمية والدولية. المسألة السورية بالنسبة لهذه الدولة لا ترتبط فقط بعلاقة سوريا بإيران، وإنما بارتباطاتها الدولية الأكبر. العنصر الصيني موجود، العنصر الروسي موجود، وكلاهما دولتان كبيرتان في طور الصعود في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية واستفرادها وهيمنتها على القرار الدولي. لذلك فأقول بأن جيمس جيفري عند قدم استقالته بعدما تأكد بأن الدولة التي كانت تتشكل خلال الأعوام الماضية قد تلكأت وأجل مشروعها إلى ما بعد، لو هي تمتلك نواض صلبة قادرة على الاستمرار، وأعيد النظر بكل السياسات التي مورست خلال الفترة الأربع سنوات الماضية. طيب. بمعنى أن السياسة الأمريكية عادت إلى سياقها الطبيعي أو التاريخي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، باستمرارها في مواجهة كل القوى الصاعدة والحفاظ على سياسة العولمة، وهذا سينعكس بشكل طبيعي على النظرة إلى سوريا التي لم تختلف سياسات دونالد ترامب حقيقة عن سياسات السابقة سوى بفجاجتها. السياسة هي سياسة واحدة، وكانت دولة الأمن القومي هي التي تتحكم بالمسارات. كلنا يذكر عندما حاول دونالد ترامب أن يسحب القوات الأمريكية من شرق الفرات، تعرض لضغط كبير وأبقى على القوات الأمريكية. طيب. وسيطر على حقول الناصر. طيب دكتور وليد، يعني من المتوقع أن يتسلم منصب جيفري في هذه الفترة نائبه جويل روبر، برأيكم هل سيكون مختلفا عن جيفري في تعامله مع الملف السوري، خاصة يعني الحديث يتم من خلال مراقبون وهم يقولون أن جيفري كان ميالا إلى النظام التركي، يعني بحضور أو تسلم روبرن هذا المنصب، هل سيكون كجيفري أم يعني يكون عكس مع وجود بايدن في الحكم؟ نعم، يعني أعتقد سيدتي أنه المبعوث الأممي أو المبعوث الأمريكي أشار لهذه النقطة، بأنه أول شيء هو يعني فيما يتعلق بالملف السوري بالذات سابقا هو يميل أكثر لميليشيات التحالف ودعم القوى الوطنية خاصة الأكراد على الأرض السورية. أما فيما يتعلق أيضا بخصوص الحصار الاقتصادي على سوريا والذي أثر بشكل كبير، أشار إلى أنه هذه السياسات تعتبر ثابتة في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الملف السوري. ولكن الملفت للانتباه أنه المبعوث الأمريكي الجديد حقيقة تعامله مع
تركيا هو مختلف تماما عن المبعوث جيفري السابق، وبالتالي أعتقد أنه هذا سيخفف من الضغط على النظام السوري، وخصوصا أن جيفري المبعوث الأمريكي السابق أعطى مساحة واسعة جدا للقوات التركية للدخول إلى شمال شرق سوريا، سواء في تل أبيض أو المناطق الأخرى الكردية. لذلك يعني جيفري كان محسوبا أكثر على الإدارة التركية، أو كان يخفف حقيقة حتى في حال حدوث أي نزاع ما بين واشنطن وأنقرة، كان يتدخل جيفري شخصيا بالذهاب إلى أنقرة ويقوم بتخفيف من حدة التوتر في العلاقات. المبعوث الأمريكي الحالي أعتقد أنه هذا الملف بالذات اللي هو أن يكون لتركيا دور أساسي وأن يتغاضى عن كثير من السياسات التركية داخل سوريا لن يكون، بمعنى سوف يتشدد في العلاقة مع تركيا، سواء في تدخلها بشمال شرق سوريا أو حتى في موضوع الحل النهائي، وبالتالي سيكون هناك شد أكثر ورفض أكثر للجانب التركي فيما يتعلق بالملف السوري. هو أقرب للميليشيات المحلية الكردية داخل سوريا منه إلى تركيا. طيب دكتور أحمد، يعني تكهنات بأن مقاربة بايدن لسوريا ستكون مشابهة لسياسة أوباما التي اتخذت يعني طابعة ضبابية في تعاملها مع الحكومة السورية، هل تتفقون مع ذلك؟ أعتقد أن السياسات كلها، كل الرئاسات الأمريكية وكل الإدارات الأمريكية التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية لم تخرج عن السياسات المرسومة للدولة العميقة التي تتمثل بالصناعات العسكرية والصناعات النفطية والبنتاغون وكل هذه القوى. هذه القوى ترسم استراتيجية عامة تغير من التكتيك. لا ننسى بأن اجتياح أردوغان لمنطقة جرابلس ووصوله إلى منطقة البعب عام 2016 كان بغض نظر واضح وصريح من قبل أوباما، إدارة أوباما. الفارق بين الطرفين هو بفجاجة الموقف وفظاظة الموقف السياسي. هنا تعتمد الإدارة الديمقراطية على مبادئ ما يسمى حقوق الإنسان وما ونشر الديمقراطية وكل هذه المسائل، ولكنها من حيث الفعل لا تختلف إلا من حيث الشكل الخارجي عن السياسة التي اتبعت بعهد دونالد ترامب، الذي كان فظا وفجا بشكل لا يوصف في تعاطيه مع المسائل الإقليمية ومع المسألة السورية بالذات ومع كل المنطقة، والذي ذهب بعيدا كان على مستوى صفقة القرن في فلسطين أو على مستوى فرض التطبيع على دول الخليج. الخلافات بين الطرفين هي خلافات ترتبط بشكل شخصي حقيقة. دونالد ترامب كان قريبا من محمد بن زايد ومحمد بن سلمان وأردوغان، واستطاع أن يؤمن حماية ضمن علاقات شخصية لهذه الأطراف. ربما جو بايدن أو الإدارة الأمريكية الجديدة تعيد الاعتبار لرسم السياسات ما يتعلق بسوريا وبتركيا ضمن إطار مختلف، وإن كان هناك بعض التحفظات على بعض المسائل. كيف ستنظر هذه الإدارة إلى تركيا؟ هل ستذهب الإدارة إلى ما قاله جو بايدن عام 2014 عندما اتهم أردوغان بأنه مستبد واستطاع هو والسعودية ودول الخليج أن ترسل ملايين أو آلاف الأطنان من الأسلحة وملايين الدولارات التي تتدفق إلى سوريا لتنظيم داعش وجبهة النصرة ونشر الإرهاب في سوريا؟ أما الآن بعد أن أصبح في موقع الرئاسة، فأعتقد أن المعايير سوف تختلف والنظرات سوف تختلف، والأمر يرتبط بشكل أساسي كيف تنظر تركيا إلى تركيا من خلال منظارها إلى موسكو وبكين بشكل أساسي. يعني دكتور وليد، بما أنه يعني دخلنا إلى موضوع تركيا والعلاقات بينها وبين أمريكا،
كان هناك تصريح لبايدن قال فيها بأن أردوغان سيدفع ثمنا باهظا على ما فعله. برأيكم هل ستكون هناك خطوات جدية من جانب بايدن فيما يخص الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا؟ وكيف ستكون؟ لا شك سيدتي، نعم لا شك سيدتي، أعتقد أنه حتى بايدن عندما صرح وقال أنه وصف الرئيس أردوغان بأنه حاكم مستبد، وبالتالي نظرة بايدن مختلفة تماما للرئيس التركي عن نظرة ترامب الذي يعتبر أن علاقته مع الرئيس التركي علاقة شخصية، وكثير من الملفات حقيقة كانت تحل بشكل ودي وبشكل شخصي بين الطرفين في موضوع سوريا بالذات. موضوع الضغط على تركيا لا شك سوف تعمد الإدارة الجديدة للضغط على تركيا بشتى الوسائل والطرق من أجل تحييد تركيا، خصوصا أن تركيا الآن فتحت جبهة أخرى سواء في ليبيا أو في أذربيجان وأرمينيا، وبالتالي أعتقد أنه التحييد التركي قادم فيما يتعلق بالملف السوري. والتصريحات التي تحدث فيها الرئيس جو بايدن أثناء حملته الانتخابية وقبل ذلك حقيقة كانت مؤشر على أن هناك علاقة لن تكون علاقة إيجابية، لن تكون علاقة حميمية ما بين الإدارة الجديدة وتركيا، وبالتالي سيكون هناك مزيد من الضغط خصوصا فيما يتعلق بملف شمال شرق سوريا، والذي حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على هذه المنطقة والتي فيها كثير من الميليشيات التي تعتبر داعمة للولايات المتحدة الأمريكية ومتهادنة معها. الولايات المتحدة الأمريكية كما نذكر يعني في ظل إدارة ترامب أطلقت يد الرئيس التركي حتى أنه قام باحتلال العديد من المناطق في شمال شرق سوريا، وكانت الإدارة الأمريكية تحاول قدر المستطاع أن تخفف من هذا الاحتلال لأنه كان تدعي أنه يصب في مصلحة الشعب السوري وحماية هذه المناطق، ولكن في الحقيقة أن إطلاق يد الرئيس التركي وتركيا والجيش التركي في هذه المناطق ساهم في كثير من الإشكاليات والمشاكل داخل الدولة السورية. لذلك سيكون هناك تحييد وطبعا بتفاهمات مع الدولة الروسية والتي تعتبر الداعم الرئيسي للرئيس أردوغان بالإضافة لإيران، بمعنى أنه سيكون هناك تفاهمات أكثر مع روسيا مع إيران مع الصين فيما يتعلق بالملف السوري. أما تركيا فسيتم تحييدها بهذا الجانب نظرا للإخفاقات الكثيرة والمشاكل الكثيرة التي ارتكبت من قبل الجيش التركي في ظل إدارة ترامب السابقة والتي لم تخرج الأزمة السورية مما هي فيه، بل مزيد من المعاناة ومزيد من الصدامات ما بين مختلف الفصائل على الأرض السورية والنظام السوري لا شك. لذلك التحييد قادم للدور التركي في الملف السوري، وأعتقد أنه تركيا لا يمكن لها أن تقف أو أن تتحدى حتى الإدارة الأمريكية في هذا الملف، خاصة إذا حصل تفاهم على المستوى ما بين إدارة ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أعتقد سيكون هناك الكفة. ونحن ندرك أيضا أن الرئيس الروسي كان نوعا ما يميل إلى الرئيس ترامب في بعض القضايا، بمعنى في يوجد تفاهمات، ولكن هذه التفاهمات ستكون أكثر وأكبر ما بين روسيا والإدارة الأمريكية الجديدة. لكن كان هناك تصريح، سأوجه هذا السؤال لضيف الدكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني بايدن قال بأنه سيتخذ طريقا أكثر حزما في تعاطيه مع الأزمة السورية والوجود الروسي والإيراني فيها أن تمكن من الوصول إلى البيت الأبيض. برأيكم كيف سيتجسد ذلك على الأرض؟ من الواضح كما قلت لك بأن الإدارة السياسية الأمريكية عادت إلى سياقها العام التي صاغته بعد الحرب العالمية الثانية. فعلى ما أعتقد بأن الديمقراطيون الأكثر تشددا تجاه روسيا، وهذا الأمر يعلمه بوتين، وكان يرغب حقيقة بأن يكون ترامب هو الرئيس الأمريكي الجديد بإدارته لكي يستطيع أن ينفذ تعهداته لموسكو التي قطعها قبل انتخابه عام 2017. والآن قد تحرر، كان من ممكن أن يتحرر من ما يسمى إعادة الانتخاب لمرة ثانية، فسوف يذهب بعيدا باتجاه تنفيذ هذه الأمر. على العكس من الديمقراطيين، الديمقراطيين هم الأكثر تشددا باتجاه روسيا. هذا قد يدفع بتركيا
كي تتوافق بشكل أكبر مع موسكو وتتوافق مع طهران وتتنازل عن الكثير من المسائل الصدامية مع البلدين في سوريا وفي منطقة أذربيجان في منطقة القوقاز. اليوم تسربت بعض المعلومات لم تتأكد بعد عن حصول اتفاق روسي تركي على حل مشكلة ناغورنو كاراباخ بالتخلي عن بالتخلي أرمينيا عن ناغورنو كاراباخ مع إيجاد ممر آمن إلى هذا الإقليم ونشر قوات دولية. هذا الاتفاق إن صح فهو يعبر عن اتفاق سري ما بين تركيا وما بين روسيا في غفلة الانتخابات الأمريكية لتعزيز موقف البلدين في المرحلة القادمة. وربما يدفع هذا الأمر أيضا باتجاه أن يكون هناك توافق ما بين أنقرة وطهران. فالتجربة التي خاضتها إيران مع ديمقراطيين في عهد أوباما عندما وقعت على اتفاق النووي لم ينفذ من هذا الاتفاق شيء. جمدت كل المسائل في عهد أوباما، بمعنى أن دونالد ترامب أطاح بالاتفاق النووي المجمل. الخطوة الأولى كانت من الديمقراطيين، لأن السياسة العامة للديمقراطيين وحتى للجمهوريين مبنية على استراتيجيات ثابتة عنصرها الأساس ضمان الأمن الأساسي للدولة الإسرائيلية الغريبة عن المنطقة. دكتور وليد، برأيكم هل من الممكن أن تتغير خارطة سيطرة القوات الأمريكية في سوريا؟ وحتى ماذا عن القوات التي تم تخفيضها في عهدة ترامب؟ خاصة أن بايدن كان معارضا لانسحاب القوات من سوريا. نعم سيدتي، بداية يعني قبل ما أجيبك على هذا السؤال، أنا أعتقد أنه ما تعيشه سوريا من أزمة حاليا سببه إدارة أوباما 8 سنوات، وبالتالي ما حصل في سوريا من معاناة إنسانية وانعدام الأمن إلى حد ما وكل المشاكل لغاية الآن، الأزمة السورية من 2011 لغاية الآن لم تحل، تحمل مسؤولية حقيقة لإدارة ترامب والتي بدأت مع ثورات الربيع العربي. وبالتالي أعتقد أنه إدارة بايدن والذي كان نائبا للرئيس الأمريكي يدرك أن الإدارة الديمقراطية تتحمل مسؤولية إنسانية أخلاقية فيما يتعلق بالملف السوري، وبالتالي حل هذه الإشكالية لابد أن يكون بأدوات دبلوماسية، أدوات القوة الناعمة وليست الصلبة، بمعنى أنه حتى موضوع إعادة الانتشار الأمريكي في سوريا لن يكون فيه استخدام القوة المفرطة، وبالتالي تفاهمات على مستويات عالية جدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة الجديدة مع روسيا بالإضافة إلى إيران والصين. الآن موضوع نعود أيضا فقط لأشير لموضوع تركيا، هذا لا يعني أن تركيا ستنسحب من هذا الملف، ولكن سوف تعيد من جديد تفاهماتها، قد تغير من بعض سياساتها بما يتوافق مع الإدارة الأمريكية. كيف ذلك؟ يعني ما هي السياسات التي ممكن أن تغيرها يعني تركيا لتتوافق مع هذه الإدارة الجديدة؟ نعم 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 نعم، موضوع الانسحاب والسيطرة على شمال سوريا بالذات المناطق التي فيها الأكراد، وكما نعلم أن جفرن كان يعني أطلق يد الجيش التركي في القرى والمدن التركية في شمال سوريا، وبالتالي أعتقد أنه هذا الانسحاب سيكون من قبل القوات التركية بترتيب مع الولايات المتحدة الأمريكية لحفظ ماء الوجه. أما أن يكون الحل النهائي بدون تركيا أعتقد هذا مستبعد، لأن تركيا لديها من الأدوات وهي شريك حدودي، ونتكلم عن الأكراد والموزعين في الإقليم التركي والسوري والعراقي، وبالتالي لابد أن يكون لها دور في هذا الموضوع في أي حل مستقبلي فيما يتعلق بالملف السوري. الولايات المتحدة الأمريكية لا شك وإدارة بايدن سوف تعيد الانتشار القوات الأمريكية، ولكن في المناطق التي تعتقد أنها يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية الأمريكية، بمعنى توجد ثوابت في مناطق محددة جدا متعلقة بمواقع النفط السورية، أيضا موضوع القوات الإيرانية المتواجدة على الأرض السورية. أعتقد سوف تستمر إدارة بايدن في السماح لإسرائيل بضرب هذه المواقع لأنها تهديد واضح لإسرائيل. موضوع الحصار الاقتصادي سوف يستمر، يعني
كل هذه القضايا الاستراتيجيات سوف تستمر من أجل دفع النظام السوري للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي هذا سيكون بأدوات دبلوماسية أكثر منها أدوات خشنة، أدوات قوة، أدوات ضرب. وكما نعلم أنه كترامب في فترته حاول أكثر من مرة أن يقوم بضربة عسكرية للنظام السوري نتيجة لبعض السياسات، ولكن بالنهاية تراجع، في حين أنه ترامب استخدم القوة العسكرية ضد سوريا. وبالتالي هذا الموضوع أعتقد مستبعد في ظل الإدارة الجديدة التي تشعر أنها مسؤولة إنسانيا عن معاناة السوريين. دكتور أحمد، هل من الممكن أن تتخذ الحكومة الجديدة طريق الحل السياسي في سوريا وتجلس على طاولة الحوار مع الجميع دون استثناء للوصول إلى الحل وبالتالي إنهاء الصراع السوري في سوريا، وأيضا يمكنها حتى أن تقوم بإزالة العقبات الموجودة إن كانت كعقوبات وغيرها؟ الأمر مرتبط ليس بموضوع قرار الحكومة السورية بقدر ما هو مرتبط بآليات الصراع المحلي والإقليمي والدولي ونتائجه النهائية. الأمر يتعلق بتشكيلة النظام الدولي الجديد وقدرة دمشق على الصمود في وجه الضغوطات الأساسية بالإضافة لحلفائها لتشكيل حل سياسي لا يدخل تركيا بشكل أساسي في اللعبة السياسية الداخلية السورية، ولا يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون لها حصة في النظام السياسي القادم في سوريا ما بعد انتخابات 2021. التعديلات الدستورية والحوار السياسي السوري أعتقد بأنه مؤجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2021. وتكون هناك الكثير من القضايا قد حسمت وظهر الموقف الأمريكي بشكل كامل، ماذا ينظر وماذا يريد وماذا يقدر أن وماذا يستطيع أن يعمل في سوريا، لأن الملف السوري ليس ملفا منفصلا عن ملف العراق وعن ملف إيران ولا عن ملف الصين ولا عن ملف روسيا، كلها ملفات متشابكة مترابطة مع بعضها البعض، وحلها النهائي هو الوصول إلى اتفاق نظام دولي جديد يتيح لهذه الدول الصغرى مثل سوريا وبقية الدول أن يكون لها موقع ووظيفة محددة في نظام دولي سياسي جديد. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. ضيفي من دمشق الدكتور أحمد الدرزي، كاتب وناشط سياسي مستقل، وأيضا ضيفي من عمان الدكتور وليد العويمر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مؤتة. وأشكركم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.